فإذا مشاهدينا بعد شوي بنكون نحن وياكم مع آخر محطة بعالم الصباح يلي رح بتكون مفصلة مع الشيف حسين ورشة ملح، إنما هلأ بنروح بالأول على جولة ثانية على صالة السينما. رنا تعرفي شو؟ اسمعي. ضمن أفلام الأسبوع الفيلم الرومانسي اللبناني الرائع لسن أو اسمعي، قصة حب للمخرج الكبير فيليب عرقتنجي عن شاب عم بيحاول يرجع حبيبته للحياة من خلال أصوات بتحبهم، مع مجموعة كبيرة من الممثلين هادي بوعياج، يارا بونصار وربا زعرور، ومشاركة الممثلين القديرين جوزيف بونصار ورفيق علي أحمد، وإطلالة خاصة للإعلامية لما لوند. صديقي مش صاحبي بس عم نشتغل على الموضوع. اسمعي اسمعي داليدا. فيلم البيوغرافي الفرنسي داليدا عن حياة الديفا داليدا من طفولتها إلى علاقاتها العاطفية والأحداث المؤلمة اللي بتقطع فيهم، ومزج مع أغنية رائعة مع سفيفا ألبيتي وجان بول غوف، والإخراج لليسا أزويلوس. Welcome to Rome. Is this a formal event or a social affair? وفيلم الأكشن جون ويك تشابتر 2، بعد عودته إلى عالم الجريمة لتسديد دين قديم بيكتشف أنه في جائزة موضوعة على حياته مع كيانو ريفز وريكاردو سكارماتشيو. You want a war? John Wick. Must be great to be Batman. Batman, we love you. Thank you. وفيلم الانيميشن The Lego Batman Movie بنسختين فرنسية وإنجليزية عن شخصية باتمان بالحياة بروس وين اللي عم بيحاول يكافح مجرمي غوثام سيتي بالإضافة لتحمل مسؤولية صبي قام بتبنيه بأصوات ويل أرنت، رالف فاينز وغيرهم. Why did you build this thing with only one suit? Because last I checked, I only had one butt. Our Lord said to them, Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature. وفيلم الدرامي Silence عن راهبين بيروحوا على اليابان للبحث عن معلم لنشر الدين الكاثوليكي مع أندرو غارفيلد وليام نيسن، والإخراج لمارتن سكورسيزي. عايشين محلنا من العراق 35 سنة شو؟ وفيلم الكوميديا السوداء اللبناني ورقة بيضاء أو ناتس عن امرأة أدمنت هي وصديقتها على لعب الورق وبتخرج حياتهم عن عادات المجتمع. البطولة لدارين حمزة وجابرييل يمين وغيرهم، والإخراج للمخرج الفرنسي أنري باجيس والإنتاج لطارق سيكياس. مين رائع هيدا؟ هذا زلمة معطر جابني بيروت. بدون ما ارجع اذكركم اكيد انتم مش ناسين انه دائما وقت تتوجهوا على صالات السينما تعطوا حيز وتشجعوا الافلام اللبنانيه يلي عن جد صارت كثير متنوعه وموجوده بقوه بصالاتنا. هلا رح اعطي الكلمه للشيف حسين لحتى سوا نكون باخر فقراتنا مع رشه ملح. صباح الخير وتحيه طيبه لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتتابعونا لبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم ثلاث وصفات، شوربة الهليون بلشنا فيها من بداية عالم الصباح، عنا الطبق الثاني باستا الفاهيتا، باستا الفاهيتا رح نحضرها هلا أنا وياكم، وعندي كمان طبق باستا أو ترتليني مع الهليون والزيتون. طيب عندي قلاية على النار حاطط فيها زيت زيتون، رح نحط بصل جوانح، قال لي بصل جوانح. هلا هيدا الطبق نحن عم نحكي للترتليني، طبعا بعد ما كنت سلقها مع
رشة ملح صغيرة بردتها وحطيت لها زيت زيتون وهي نطرتنا على جنب لحتى نضيفها فوق المكونات اللي عم نقليها هلا. هاي الشوربة كمان صارت جاهزة فينا نحطها على جنب. نجي منحط قلاية طنجرة على النار للفاهيتا أو باستا بالفاهيتا. حطيت طنجرة على النار بحط بقلبها شوي من المي أو فيني حط من مرقة الدجاج. لكن حطيت مي ورح حط هلأ كمان مثل ما عم بتشوفوا كريمة الطبخ. ضفنا كريمة الطبخ وبتركهم شوي يغلوا مع رشة فلفل مع بابريكا رشة صغيرة. كمان منحط توم بودرة رشة. منحط فلفل أبيض ومنحط رشة ملح. بهالوقت أنا خليني أضيف البندورة فوق البصل وفوق الثوم. لكان عندي طنجرتين على النار أو عندي طنجرة وقلاية. القلاية فيها زيت زيتون مع ثوم بصل جوانح والبندورة ضفناها هلأ. اوكي. او اذا بدنا ما فينا نحط بابريكا ولا تحطوا توم بودرة، حطوا دغري بهارات فاهيتا. ولكن انا حطيت مرقة دجاج او ماي مع كريمة الطبخ، بابريكا، توم بودرة، فلفل اسود ورشة ملح. تركها شوي لحتى تغلي، بدنا نضيف لها الباستا. رح جيب كمان فطر. كمان حطينا فطر. خلينا نضيف بعد شوي كريم فريش للطنجرة. اوكي. هلا في عندي الهليون. كمان بدي ضيف هليون للقلاية وفي عندي من عندي من الحبق الأخضر مثل ما عم تشوفوا كيف عم بحط الحبق الأخضر عم بحطهم وراء. اوكي. خليني نضيف لهم الهليون. هليون اخضر وهليون ابيض. كمان مثل ما حضرنا الشوربه فينا نجيب هليون فريش وفينا نجيب هليون علب. انا مستعمل هليون معلبات. اوكي. بضل في عندي رح ضيف لها من صلصة البيستو او صلصة الحبق، هي جاهزة قدامنا. كمان منضيفها بس لحتى شوي ياخدوا لون البصل مع الثوم مع الهليون مع الفطر ومع الحبق الاخضر وزيت الزيتون. اخذنا نكهة كتير طيبة ونكهة رائعة. هون شو في عندنا صار بالطنجرة؟ نحن تركينا لحتى تغلي. عندي الدجاج. لكن مشاهدينا في عنا الدجاج، هيدا الدجاج مسحب، صدور الدجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم، متبلة نفس البهارات اللي حطيتهم هلا بالطنجرة انا وياكم. بابريكا، فلفل اسود، ثوم بودرة،
رشة ملح وشوي من زيت الزيتون، قليتهم وصاروا جاهزين لحط تنظيفهم فوق مرقة الدجاج وفوق الكريم فريش. وفي عندي كمان الفليفلة الملونة، فليفلة ملونة مع البصل ومع الثوم كمان أنا شوحتهم. انتبهوا هون في شغلة، نحن مشاهدينا البصل الفليفلة والبصل ما ستويتهم كتير، خليتهم يقرشوا لأن هن اللي بيعطوا النكهة الطيبة. إذا ستويتهم كتير وطلع زومهم بطل ناخد النكهة اللي لازم ناخدها والنكهة المميزة. فأنا بس شوحتهم تشويح حطيتهم على جنب. فيني حط الدجاج مع الكريم فريش. لكن فاهيتا عم نحكي نحنا فاهيتا، فاهيتة الباستا. عندي الباستا سلقة كمان ناطرتنا. هيدا الطبق صار فيني جيب لقلو كمان بدنا نحط بعد رشة بقدونس، وبدنا نضيف بعد غير رشة البقدونس في عنا من الزيتون الأسود المقطع، وفي عنا ترتليني السلقينة، وفي عندي كمان صلصة الحبق. بقدونس اوكي، صلصة بيستو اللي هي حبق اخضر مع زيت زيتون مع صنوبر جبنة البارميزان، رشة ملح وفلفل ابيض. اوكي ما بتصدقوا قد ايه الريحة كتير شهية. منضيف زيتون اسود وهلا بيجي للترتليني المسلوقة منضيفها كمان طبعا بعد ما نحن كنا حاطين الى من زيت الزيتون لحتى ما تعجن. اوكي بقلبها كلها مع بعضها. منزبط لها ملحاتها. اوكي هلا صار فيني جيب كمان الباستا. طبعا هون مشاهدينا نحن فينا نجيب حيلا نوع من انواع الباستا ونضيفها فوق الكريم فريش وفوق الدجاج. هاي الباستا مثل ما عم بتشوفوا، اذا ملاحظين بعد ما حطيت الفليفلة بدي احطهم اخر شيء مع البصل ومع الثوم. اوكي طيب هيدا الطبق صار جاهز، بس ما بيمنع بعد كمان نحط عليه رشة فلفل اسود. فينا نحط كمان لهيدا الطبق اللي عم نحضره فينا نحط من الكريم الفريش او كريمة الطبخ كمان ما عنا اي مشكلة. هيدا الطبق صار جاهز، انا رح اجي اسكبه. مثل ما عم بتشوفوا اوكي بيجي بزينه كمان، بس بدنا نحط بعد على وجهه من جبنة
بارميزون رشه. بارميزون فيك تحط اكثر من رشه. فيني احط اكثر؟ طيب حطي انت على زاويك. بحط كل العلبه انا. وين صرنا؟ بموقفتي. انه خفت انا فضي لك العلبه. لا فضيها خلص. اوكي. هون خلينا كمان نسكب الشوربه. شوربة الهليون، هلا بنرجع بنخبر المشاهدين كيف حضرناها. اوكي. اليوم داخل كثير بمطبخنا الهليون. طيب كثير. اوكي. هيدا الصنف الثاني. اوكي. اوكي. وبعد في عنا صنف على النار هي الفاهيتا، فاهيتة الباستا. أنا بهالوقت خليني أضيف الفلايفلة الملونة مع البصل ومع الثوم. بنحركها كمان مع بعضها وبتركها لحتى تغلي، وبهالوقت برجع بخبر المشاهدين شو حضرنا. يا من الاول لكن لكل المشاهدين لانه انا ما حفظت شيء قلنا هلا من جديد انا يعني. خلينا نبلش بالشوربه. هيدا الشوربه اول شيء حطينا زبده على النار مع بصل ناعم، قليناهم شوي لاخذوا لون. جبت الهليون، هون مشاهدينا فينا نجيب هليون فريش وفينا نجيب هليون علب. اذا جبنا الهليون الفريش رح نسلق الهليون الفريش مع شوية كربونات لحتى يضل محافظ على اللون الاخضر. منشيل الهليون دغري من برده او منحط له ثلج كمان لحتى يخلي لونه اخضر. اوكي. هيدا بالنسبة للهليون. جيبوا هليون علب ما في عندنا مشكلة. او مجلد. قطعت الهليون، ضفت الهليون للبصل قليتهم مع بعض. حطيت رشة طحين صغيرة لحتى تكمش عنا الصلصة. جبت مرقة الدجاج، ضفت مرقة الدجاج بعد ما قلينا البصل وقلينا الهليون. حطينا المرقة مرقة الدجاج، حصلنا على صلصة متماسكة لزجة مثل ما عم نشوف قدامنا. رشة فلفل أبيض، رشة ملح، وحطيت من كريمة الطبخ. خليتها تغلي غلوة واحدة وطفيت النار وسكبتها. هيدا بالنسبة لأول طبق. نجي للطبق الباستا. هيك كمان فينا نحط لها. فينا نحط لها مش غلط. نجي للطبق الباستا مع كمان الهليون والزيتون الاسود. جبنا تورتليني سلقناها مثل ما بنسلق حالها نوع من انواع العجائن الغذائيه، حطيناها على جنب. جبنا حطينا قلايه على النار، حطينا فيها زيت زيتون، بصل مفروم جوانح، مع ثوم ناعم قليناهم. حطيت بندوره، شرائح البندوره قليتهم معهم. حطيت كمان فطر، كمان شرائح. ضفنا فطر، ضفنا حبق اخضر لحتى ياخذوا نكهه، قليناهم مع الحبق الاخضر. جبت صلصه البيستو او صلصه الحبق، ضفنا لهم صلصه بيستو. حطينا زيتون اسود وجبنا التورتليني، قلبناهم مع بعض وسكبناهم. هون مشاهدينا نحن فينا نحط لهم من كريمه الطبخ، إذا حبيتوا تحطوا كريمة الطبخ ما عندنا أي مشكلة. نجي للطبق الرئيسي اللي عم نحضره، الباستا. نعم. باستا الفاهيتا. هيدا بقى هون. جبنا حيلا نوع من أنواع الباستا ما عندنا أي مشكلة. فينا نجيب بني، تجاتلي، فرفلي، حيلا نوع. بنسلق الباستا بنحطها على جنب. بجيب فلايفلة ملونة. كمان بقطع الفلايفلة، بفرم الفلايفلة الملونة. أوكي. بحط قلاية قدامي على النار، بقلي بصل جوانح مع شوية ثوم. بجيب الفلايفة ملونة، بنشوحهم تشويح ما بنقليهم كثير، بنخلي الحبة واقفة، بنخليها تقرش، بنحطها على جنب. بنجيب الدجاج مسحب. الدجاج مسحب نحن غادة بنقطعه بنفرمه، بنحط له بابريكا، وبنحط ثوم بودرة، زيت زيتون، ملح وبهار أبيض، فلفل أسود، ونتبلهم مع بعض. بنحط لهم من صلصة البيستو كمان أو صلصة الحبق. فينا نحط تتبيلة تانية، شو؟ صلصة صويا. أوكي. أو صلصة وانشستر ما عندنا مشكلة. تبلتهم كمان، قليت الدجاج على جنب. جبت طنجرة، صار شو صار في عنا؟ عنا دجاج على جنب وعنا فلايفلة مع بصل وثوم كمان على جنب. جبنا طنجرة حطينا فيها شوي مرقة الدجاج، كريم فريش، ثوم بودرة، بابريكا، أو فيكم تحطوا بهارات الفاهيتا. حطيت الباستا، حطيت الدجاج،
حطيت الفلايفلي وتركهم يغلوا وغلوا وانا رح اسكبهم هلا. فينا نسكبهم حسب قد ايه بعد معنا وقت؟ ما بقى معنا وقت، خلص أنا وقت على الاخر. على الاخر صار فيني ودع كل المشاهدين بس بكرة، هاي ما فيني احط لها برا. بلا فينا بكره نهار اربعة، نحن محضرين كمان سمك بيتزا بالسالمون. كل نهار اربعة نحن واعدين المشاهدين نحضر اسماك، لكن صار فيني اقول لكم الف صحتين، وان شاء الله هول الاطباق يكونوا نالوا اعجابكم، وناطركم بكره الساعة 10. ميرسي لك شيف حسين، بقيت نهار حلو لك ولكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، ومثل ما قلكم بكره الساعة 10 عالم صباح جديد. هون هون.